احنا كمغاربة كمغربيات ننتمي إلى واحد الجهة اللي هي مهمة وغالية اللي هي الصحراء المغربية. فالحمد لله ملي كنمشيو نكتسح طبعا أكيد وما خالق حتى قد يقول لنا شيء، فهمتوا؟ حتى كاع إلا كانوا ناس فم كينزل عليهم الدل ما كيكلمنا حد، كنرفضوا رايتنا المغربيه وكنغنوا اغانينا الوطنيه والحمد لله ما قد حد ما يقد حد يتكلم عنا ولا يقد حد يخبطنا ولا يقد حد حامدين مولانا يقول لنا شيء، وحنا احرار في وطننا الحر. ولا مره كنا خرجنا برا كنمشيو عند مغاربه احرار كيامنوا لنا هذا، كيامنوا لنا الحفله ديالنا وكيامنوا لنا قعادنا وكيامنوا لنا هذاك الرحله اللي احنا دايرين عندهم.